تختتم اليوم فعاليات معرض صنع في دمياط، والذي لقي إقبالا كبيرا من الجمهور كأحد ثمار التعاون المشترك بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الزميل كريم بيبرز. كريم، صف لنا الأجواء لديك ومدى الإقبال على هذا المهرجان والمؤتمر. نعم، بالفعل معرض صنع في دمياط هنا بأرض المعارض في مدينة نصر، ربما هو بالفعل مهرجان، ربما هو يعني مهرجان كبير للمقبلين على معرض دمياط والمقبلين على أثاث دمياط بشكل عام، نظرا لجودة أثاث دمياط وسمعته دائما في الأسواق المحلية والعالمية. ربما كان دائما المتعارف عليه في البيوت المصرية هو أثاث دمياط المشهور بجودته، ولكن التطور هنا في هذه المرة هو هذه يعني المعروضات التراثية العصرية في نفس الوقت، معروضات جديدة تمزج مزيج بين التراث ومزيج بين الأشكال العصرية. كان هناك إقبال كبير جدا حسب العارضين هنا في المعرض من المواطنين، وأيضا في لقائي مع المواطنين يعني كان هناك استعداد تام للذهاب لدمياط مباشرة بعد رؤية هذه المعروضات داخل هذا المعرض، فربما وصل بالفعل هذا المعرض لنجاح كبير بالنسبة للمقبلين ربما على الزواج أو حتى المقبلين على تغيير الأثاث بشكل عام. يعني أكثر من 60 عارضا شاركوا بالفعل في هذا المعرض على مدار 10 أيام استقبلوا المواطنين، وهناك أيضا يعني إقبال أيضا على الذهاب للمصانع الأساسية للأثاث في دمياط. تحتوى المعرض على ربما الأثاث المنزلي الداخلي من غرف النوم، من غرف المعيشة، من الأثاث المطبخي المختلف بمختلف أنواعه بمختلف ألوانه، ولكن أيضا يعني كان هناك حسب العارضين زيادة في الأسعار الفترة السابقة، ولكن وجود هذا المعرض يكون هناك تخفيضات خاصة للمقبلين على المعارض، وهي بالطبع نوع من أنواع الدعاية وتسليط الضوء على أثاث دمياط بشكل عام في محاولة لعودة السوق المصري وتسليط الضوء على أثاث دمياط في السوق المصري، وأيضا يساعدهم على التسويق داخليا وخارجيا خصوصا لما تشتهر به دمياط من سمعة الأثاث سواء في مصر أو خارج مصر. لقائي مع المواطنين بالفعل كان هناك يعني ربما انبهار بالأسعار، التخفيضات التي وصلت لأكثر من 30% من العارضين أو حتى من المواطنين الذين أشادوا بهذه التخفيضات المختلفة، وربما أيضا بالفعل يعني قالوا أنهم سيشاركون لمرة ثانية وثالثة في هذه المعارض، وحتى العارضين قالوا أن مشاركتهم في هذا المعرض كانت بمشاركة رمزية أو رمز مادي بسيط نظرا لمشاركة مشاركتهم في هذا المعرض، وقالوا أن بالطبع سيشاركوا في المعارض الأخرى فيه، وتمنوا أن يكون مثل هذه المعارض في المحافظات الأخرى ليس فقط القاهرة. وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر متواجد طوال الوقت داخل المعرض لأيضا الإشراف على العارضين وتوفير أيضا سبل التواصل بين العارضين والمقبلين على المعرض. اليوم بالفعل يختتم هذا المعرض فعالياته في انتظار الكثير من المعارض بالنسبة للعارضين وأيضا المواطنين المقبلين على شراء الأثاث المختلف. كريم بيبرز، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من داخل معرض صنع في دمياط ناقلا لنا يعني بعضا من فعالياته في اليوم الأخير له، شكرا جزيلا لك.